كان عليك استعمال فخ قوي كهذا؟ لمنع روبوتما من التسبب بانسداد الأنابيب. لا أستطيع منع نفسي، أنا أتبع حمية من الحديد. أحسنت روبوتما. هذه مخالفتكم الثانية. المخالفات. مخالفة واحدة بعد وسأهدم منزلكم. مالا، جهز الجرافة. ما من مخالفات أخرى، لأنك جلت المنزل بأكمله. هذا صحيح، ما يعني أن الفحص قد انتهى تماماً. ولكنه لم يتفحص مختبر تشيف بعد. روبوتمان. أنا آسف. أحسنت روبوتمان. دوم باترول السخفاء، أتظنون أن بإمكانكم خداعي؟ حسناً، لا تنسوا أنني ذكي جداً ولن تخفى أصغر مخالفة على برين الماهر، لذا لا تحاولوا فعل ذلك إطلاقاً. حسناً، كما تشاء. عجباً. لا تقلق، لدينا أذنات لكل هذا، اطمئن. لكن هذا منزل سكني، لذلك لا يسمح لكم بامتلاك أي من هذه الأدوات الخطيرة. لا تلمسها. أوه، لقد تجمد برين. اسمح لي أن أصلح الأمر بشعاع حار. أوه، إنه حار جدا وبارد جدا الآن. حار. بارد. بارد. كفى، هذه مخالفتكم الثالثة، وبالصلاحية الممنوحة لي من قبل جمعية مالكي جودزفيل، أنا موجود هنا لأخالف منزلكم السيء. مالا، ابدأ الهدم. تم رصد خطر. ما الذي يفعله منزلكم؟ ما برمجناه لفعله، يدافع عن نفسه. عليك به مالا. لا، ليس منزلي. يبدو أن صلاحياتي كلها الآن قد سحبت. سأريكم أيها المزعجون، لن أسامحكم. انظر إلى الجانب المشرق، أصبح منزلك مطلاً على البحر الآن. هذا يعني أن قيمة منزلي تضاعفت 3 أضعاف، والأفضل هو أنني لن أكون جاركم بعد الآن. لن أكون واثقاً تماماً من ذلك. كما قلنا من قبل، العيش في جوارك يعجبنا. سنبقى جيرانك دائماً. لاا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 ا